دلوقتي خلينا نتابع أبرز وأهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة في التقرير اللي جاي. أخبار كتير هتحصل النهاردة، من بينها إن موقع التنسيق الإلكتروني هيغلق باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية العامة بتنسيق المرحلة الثانية في ضوء قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يوم إضافي لتنتهي المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة المصرية في تمام الساعة 7 من مساء الأحد، وده بعد ما كان مقرر ليها أمس السبت وفقاً للجدول الزمني للمرحلة حرصاً على مستقبل الطلاب اللي لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن. النهاردة هينفذ مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة 5 دورات تدريبية خلال الأسبوع التدريب الرابع للخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام الحالي 2024-2025، وبيستفيد منها 152 متدرب من جميع المحافظات، وده في إطار جهود الوزارة للارتقاء بمهارات الكوادر البشرية العاملة بالمحليات لمواكبة الثورة التكنولوجية والرقمية اللي بتنفذها الدولة. النهاردة وزارة العمل هتبدأ في تلقي أوراق الراغبين في التقدم لشغل إحدى فرص العمل اللي أعلنت عنها الوزارة بدولة البوسنة والهرسك، وده بمرتبات تصل ل 700 يورو شهرياً مع توفير مبيت مكيف للعمال ووجبات أثناء فترة العمل ومواصلات خاصة بالشركة من وإلى أماكن العمل وتأمين طبي واجتماعي وتأمين صحي إضافي ضد إصابات العمل والحوادث في مواقع البناء، ومدة العقد سنة وتجدد، وبيئة عمل ممتازة مع موظفين ذوي خبرات وكفاءات مهنية، مع إمكانية دفع تكاليف السفر وتقسيطها من الراتب الشهري بعد استلام العمل على دفعات.